بالمئات بل بالألوف من مدينة نوى بدرعا نتيجة القصف العشوائي المدفعي والصاروخي والطيران الروسي على الأحياء السكنية في المدينة. شهدت المدينة قصفا عنيفا منذ ساعات الصباح الباكر، مما أدى إلى حالة رعب وخوف بين المدنيين، الأمر الذي نتج عنه حالة نزوح كبيرة تشهدها المنطقة باتجاه الريف الغربي من القنيطرة والمخيمات المحيطة بالشريط الحدودي. I'm not going to be able to do that.